كيف شعور الإطار الإسبري في الجروب وكيف شعور كتوجد الماتش؟ الحمد لله أبري لفيكتوار تاع البارح، الحمد لله رانا في ظروف جيدة، المرور راهو طالع، الحمد لله رانا الحين إن شاء الله باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون من تما إن شاء الله. سي فري صافي 3 ماتش سون ديفات على الاكستيريور في الشامبيونا، مي سي با باري مع لا كوبا العرب وين نلعبوا في دي ماتش شويه سبيسيال. حنا نبريباريو الماتش هذا من عندنا 5 ايام، عندنا وقت باش نبريباريو ان شاء الله، ولي فوت اللي درناهم بالك في الماتش اللي ما نعاودوهمش في الماتش الاوتور. وليد كنت احسن هداف الفريق في كاس العربيه الموسم الفارق، هذا العام بالك يكون الهدف تاعك الاول في عمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله برومي ماتش كيما شفتوا واحد دا البوسيبل تاعو باش يمد البليس، ان شاء الله بروشان ماتش ان شاء الله نكون خير ان شاء الله، باش هكذا ان شاء الله كيما نقولوا مليحه ليا مليحه للفريق تاعي باش نجيبوا لا كاليفيكاسيون، باسكو لا كوبا عرب برومي لي زوبيكتيف اللي عندنا.